سعد الله صباحكم أخواتي إخواني في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله. الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في جل النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في سوس درعا تافيلات والمنطقة الشرقية بحال حتى في جنوب العيون فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يولي صوت غربي في السهول الغربية وبعض المناطق الوسطانية والشرقية والقوة ديالو معتاد عامة. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية وقل من 35% في المناطق الوسطانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار معتادلة ما بين 18-28 درجة في عامة المناطق، 18 درجة في اللوكوس وناحية التفيلات، 19 درجة في الريف لأطلس متوسط وناحية الدرعة، 21 درجة في المنطقة الشرقية، 22 درجة في الغرب سايس وناحية عبدة، 24 درجة في الشوية تادلة وناحية الحوز، 25 درجة في واد الذهب، 26 درجة في دكالة، 27 درجة في ناحية السوس و 28 درجة في الساقية الحمراء. وفي الليل غادي تعتدل وما تبقى هابطة بزاف إلا في ناحية الدرعة فاش غادي توصل درجة واحدة. إذن الحال غادي يعاود يزيد يعتدل من ناحية الحرارة، الجو فيه مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس، والريح غادي يولي غربي في عدة نواحي وبقوة معتدلة. الرطوبة طالعة شوية في النواحي الساحلية والحرارة معتدلة وسط النهار وحتى في الليل فاش ما غادي تبقى هابطة بالمعقول إلا في ناحية الدرعة فاش خاص كل الإخوان اللي عندهم فيها شي نخيلات ديال التمر وعندهم شي شوية ديال الغبار ديال البهايم ولا ديال الكسيبة ما يتهاونوش ويشتتوه عند الجدوعة ديال النخل، منها يسخن شوية الأرض والعرق ديال الشجر ومنها يحسن الخصوبة ديال التربة ويسمدها، ومنها كذلك تبقى الأرض شادة نده شوية علاش ما يعاود يرحمنا الله باشتوات الخير، وإن شاء الله بالتوفيق والله يرحمنا.